السلام عليكم. اليوم حنعمل اكزرسايز عن بروبرتي اوف تالس، اوكي، او تالس بروبرتي. بهذا الاكزرسايز حنقرا شوي الجيفن. عم بيقول لي درو اي سيجمنت بي سي اوف لينث 6 سنتيمتر. سيجمنت بي سي طوله 6 سنتيمتر. باخذ هالمسطره وبرسم بي سي، بي سي 6 سنتيمتر. عم بيقول لي بعدين ان كونستراكت اتس بيربونديكولار بايسكتر دي. شو هي البيربونديكولار بايسكتر؟ عطول البيربونديكولار بايسكتر بدها تكون بالنسبه لسيجمنت. البيربونديكولار بايسكتر للبي سي بدها تجي بيربونديكولار عليها وبالنص، اوكي، بيربونديكولار بايسكتر. يعني بدي اقسم هالبي سي للنص، بدي اخذ الميد بوينت 3 ب 3 لانه هي كلها 6 وارسم بيربونديكولار عليها. هيدي بتكون شو هي؟ بتكون هي الدي. قال لي هو اسمها دي. سو هيدي هي الدي. which intersects BC. هيدي الدي تقطع البي سي ببوينت اسمها H. هيدي البربونديكولار بايسكتر قطعت البي سي ببوينت اسمها H. عم بيقول لي let A be a point on D such that HA is equal to 4. لكن بيحط A على الدي، على البربونديكولار بايسكتر هون، بشكل انه يكون ال HA is equal to 4. هحطها انا هون، فيكم تحطوها انتم من تحت. H A is equal to 4 سنتيمتر. فيني حطها كمان من تحت، لكن هيدي هي البوينت A. عم بيقول لي بأول سؤال what is the nature of triangle ABC justified. لكن أنا لحتى شوف شو النيتشر لهيدي التراينجل حأوصل ال A بال B وال A بال C. صلت ال A بال B وال A صلتها بال C وحلا حأوصلها بال B. شو النيتشر لهيدي التراينجل؟ اكيد انا بعرف انه كل البوينتس يلي موجودين على البيربونديكولار بايسكتور هن بيكونوا اكويديستنت للتو اكستريميتيز تاعون هيدي السيجمنت، يعني اطرافها لهول السيجمنت. يعني هيدي الاي هي ايكوال اي بي از ايكوال تو اي سي. حيلا نقطه هون بيربونديكولار بايسكتور للبي سي، هاي النقطة موجودة على البيربونديكولار بايسكتر تبع البي سي بدها تكون اكوي ديستنت للبي والسي، يعني نفس المسافة. إذا هاي النقطة هون، إذا في نقطة هون، مسافة من هون لهون قد المسافة من هون لهون. أوكي، عندي هذه النقطة A موجودة، سو عندي A B صارت قد الـ A C. لكن شو صارت للتريانجل؟ عندها اثنين ايكوال سايد صارت ايزوسيلس، بنقول إنه هي ايزوسيلس. لكن شو بدي أقول بأول سؤال؟ هقول عندي A belongs to D يلي هي perpendicular bisector، يلي هي perpendicular bisector of BC. اوكي، شو بتعطيني هيدي؟ يعني ال A B is equal to AC لانه A هي equidistant. فينا نقول انه هي اكوي ديستنت. اوكي، سو عندي تو ايكوال سايدز بقلب تراينجل، سو تراينجل اي بي سي از ايزوسيلس. ايزوسيلس ات وات بوينت؟ ات ايزوسيلس ات اي. اوكي، هيدي البرنسيبل، الاي هي البرنسيبل فيرتكس. AB is equal to AC. A is repeated two times, so he isosceles at A. Second question is, prove that AB is equal to 5 centimeter. بدي شوف انه ال AB هيدي is it equal to 5 centimeter. هيدي ال AB. شو بدي استعمل هون؟ مع ال AH هي 4 ومع ال BH هي 3. ليه 3؟ لانه هيدي كلها 6 والبيربونديكولار بايسكتر بتقطعها بالنص، فصار 3 ب 3. لكن شو بدي استعمل انا اكيد لحتى اعمل كالكوليشن لل اي بي؟ لحتى اعمل كالكوليشن لل اي بي فيني استعمل تراينجل اي بي اتش اللي هي رايت ات اتش. كيف فيني اعمل كالكوليشن للاين او لسايد وانا بعرف اثنين؟ شو بدي استعمل بقلب الرايت تراينجل؟ بدي استعمل بايثاغورس ثيورم. لكن بطبق applying Pythagoras theorem Pythagoras in a triangle what ABH
A B H شو بتعطيني؟ عطول بايثاغورس بيقول لي انه الهايبوتنس باور 2، عطول ببلش بالهايبوتنس، ما ببلش باللي انا بدي اعمل لها كالكوليشن. هلا هون بالصدفه انه اللي بدي اعمل لها كالكوليشن هي الهايبوتنس، اوكي؟ فببلش فيها، اكيد الهايبوتنس هي اللي قدام 90 درجه، اللي قدام 90 ديجري. لكن شو بدي بلش؟ ببلش اقول A B باور 2، حتى لو ما انا بدي اعمل لها كالكوليشن ببلش بالهايبوتنس عطول. A B باور 2 is equal to B H power 2 plus AH power 2 معي ال BH اللي هي قد 3، لكن هي 3 power 2 plus ال AH هون هي 4 power 2 is equal to 9 plus 16 which is equal to 25. هلا ال AB power 2 هي 25، لكن ال AB قد هي radical 25 which is equal to 5 centimeters. Okay, so it's verified that AB is equal to 5 centimeter. This is for part 1 and 2. Okay, so for part 3, I'm going to say let E be a point on BC such that BE is equal to 2 centimeter. But put point E on the line or segment BC, on this BC, in the way that it will be بشكل انه يكون ال BE is equal to 2 سنتيمتر، بشكل انه يكون ال BE is equal to 2 سنتيمتر. إذا هيدي 3 سنتيمتر بتبلش عد من هون ال B، حط المسطرة هون من الزيرو ل 2 سنتيمتر. اوكي سو صار عندي هون 2 سنتيمتر وهيدي كلها 3 سنتيمتر. ححط البوينت هون اللي قال لي عنها هي ال E. The line D passing through E، بدي ارسم لاين دي بده يمرق بهيدي البوينت، حطها انا بالاحمر، بده يمرق بهيدا البوينت، بده يكون بارالل، بده يكون بارالل تو دي. وينو الدي اللي انا معي؟ هيدا هو الدي. لكن بدي ارسم لاين انا دي، دي صغيره، يكون بيمرق بالاي وبارالل على هيدا اللاين دي. لكن حجيب المسطره وارسم من الاي بيربونديكولر على البي سي لحتى يصير بارالل على الدي، لانه هيدي الدي بيربونديكولر على البي سي. اذا رسمت لاين بيربونديكولر على البي سي باسنج ثرو اي، حيطلع الدي والدي اللي انا رسمتهم، الدي الصغير والدي الكبير، حيطلعوا بارالل. So I have to keep in mind، لازم على طول فكر وضل بعقلي انه الدي هيدي هي بارالل على هيدي جيفن، هو قال لي انه ارسمها بارالل، اوكي؟ عم يقول لي هيدي البارالل اللي انا رسمتها دي انترسكتس اي بي ات اف، بدها تقطع الاي بي باف، اكيد هاللاين اللي انا رسمته البارالل على الدي عم يقطع الاي بي. هسمي هيدي البوينت مثل ما قال لي اف. اوكي؟ سو عم بيقول لي بالسؤال بال 3 بروف ذات BF over BA is equal to 2 over 3. يعني بدي اشوف هيدا الراتيو BF over BA. على طول انا بس اشوف ريشيو هيك مكتوب بهالشكل وعندي parallel lines، لازم يروح تفكيري لتالس بروبرتي، لانه تالس بروبرتي شو بيقول لي؟ لازم يكون عندي parallel lines لحتى اقدر انا اعمل شو؟ proportionality، لحتى اقدر اعمل ريشيو ل 2 sides او 2 lines. عم بيقول لي هون بدي برهن انه البي اف اوفر بي اي، خليني اشوف وين هالبي اف اوفر بي اي. هيدي البي اف وهيدي البي اي. اوكي؟ سو بهيدي التراينجل بي اي اتش، اوضح لكم الاتش هون، وهيدي البوينت هي اي. عندي الاف اي او الدي كلها هيدي، لانه الاف والاي موجوده عليها بارلل على الاي اتش. فمن تالس بروبرتي فيني اقول انه البي اف بهيدي التراينجل اوفر بي اي بهيدي التراينجل از ايكوال تو بي اي اوفر بي اتش. اوكي، ابلاينج تالس بروبرتي ان ذس تراينجل اي بي اتش، اف اي از بارلل تو اي اتش. So BF over BA is equal to BE over BH. Okay, they are proportional.
لكن in part 3 شو عم بيقول لي؟ بدي برهن هالاثنين ratio. هقول applying Thales property Thales property أو Thales theorem شو عندي؟ عندي ال D أو فينا نقول عنها EF okay. So EF is parallel to what? To AH. So according to Thales عندي BF over BF over BA is equal to BE over BH. وفيني أقول كمان هي equal ل EF over AH. Okay. بس أنا بدي طلع ال ratio لل BF over BA. لانه الاي اف والاي اتش ما معي هون فبدي استعمل انا هول الاثنين بس حاخذ بس هول الاثنين واستعملهم معي البي اي بعرفها قد ايه هي اعطاني اياها البي اي هون ومعي البي اتش بي اتش هي نصها للبي سي اوكي الاي اف والاي اتش ما بعرف عنهم شيء فاكيد بدي استعمل هي مع هي لانه بيطلع هيدي فباخذ هيدا بقول انه البي اف اوفر بي اي is equal to what? BE is 2 و BH is 3 so which is equal to 2 over 3 okay so it's verified 2 over 3 هلا عم بيقول لي deduce BF how to calculate BF how to calculate BF كمان انا بعرفها وبعرفها من هيدا deduce يعني بدي استعمل الراتيو اوكي بدي استعمل هيدا الراتيو لانه قال لي deduce معي ال BA ال BA طلعتها هون عملت لها بروف انه هي equal to 5 so اذا انا معي ال BA ومعي 2 over 3 هيدي شو ناقصني؟ ناقصني ال BF بقدر طلعها فشو بعمل هون؟ هحطها حتى بقيمتها لل BA لكن BF over ال BA قدام عليها كانت 5 is equal to 2 over 3 اوكي؟ شو بدي اعمل هون حتى اطلع ال BF؟ بعمل cross multiplication هيدي مع ها times ها is equal to ها times ها شو بتعطيني لكن؟ بيعطيني 3 times BF is equal to 2 times 5 يعني 3BF is equal to 10 يعني BF is equal to 10 نزل 3 لتحت over 3 okay so BF is equal to 10 over 3 شو اليونت هون سنتيمتر okay so this is for part 3 هلا for part 4 عم بيقول لي let I be the center of the circle circumscribed about ABH هذا part 3 خلص اوكي سو ان part 4 عم بيقول لي بدي ارسم سيركل يكون السنتر تبعه او سيركل هو يكون circumscribed about ABH بده يكون السيركل هو حوالين التراينجل ABH ABH هو right at what right at h so انا بعرف انه الرايت تراينجل لحتى ارسم سيركل يكون بقلبه الرايت هيدا تراينجل لازم ارسم من الهايبوتنس اخذ نصها اوكي okay. اخذ نصها بيكون هو السنتر وارسم هيدا السيركل لان انا بعرف باي بحيالله سيركل اذا كان عندي انا دايامتر باخذ هيدا دايامتر هيدا السنتر هاي الله بوينت هون على السيركل شو بدها تكون هيدي التراينجل بدها تكون رايت اوكي هاي الله بوينت باخذها مع الديامتر هاي الله بوينت باخذها مع الديامتر بدها تكون رايت فانا لارسم هلا هاي السيركل يلي هو حوالين الاي بي اتش لازم اخذ الميد بوينت للهايبوتنس لانه على طول الهايبوتنس هي بدها تكون الديامتر باخذ الميد بوينت هو بده يكون السنتر اوكي وبفتحه قد الراديوس يا اما ها يا اما ها هو قال لي السنتر هو اي اوكي سو هيدي بدها تكون اي وبرسم هيدا السيركل بفتحه قد الراديوس وبرسمه هيك اوكي هلا عم بيقول لي
ال J هي center of the circle circumscribed about triangle ACH. بدي ارسم سيركل تاني يكون center تبعه J ويكون حوالين ال ACH. كمان ال ACH هي right at H. لأني لحتى ارسم انا سيركل يكون بقلبها هيدي التريانجل، يعني انا بعرف انه الهايبوتنس هي حتكون الديامتر، الهايبوتنس اللي قدام ال 90 هي حتكون الديامتر، فبدي اخذ نص الديامتر لانه السنتر هو نص الديامتر، الميد بوينت تبعه. اوكي؟ هيدي السنتر، هيدي حتكون الراديوس وهي حتكون الراديوس. بجيب هالكومباس بحطها على الجي، بفتح على قد الاي او على قد الجي سي. يا جي سي يا جي اي وبرسم هيدا السيركل، حيضق هون حيصير هيك، اكيد حيضق بالاتش وهون كمان حيضق بالاتش. اوكي سو انا بيهمني من هيدي انه اعرف انه الاي هي السنتر تبع السيركل سيركمسكرايب اباوت اي بي اتش، يعني حتكون هي الاي ميد بوينت للاي بي والجي هي ميد بوينت للاي سي لانها سنتر. اوكي سو عندي انا هلا صار ها قد ها وهيدي قد هيدي. شو عم بيقلي بالسؤال؟ Prove that IJ is parallel to BC by two methods. بطريقتين بدي برهن انه IJ is parallel to BC. هيدي ال I هون. اوكي؟ وهيدي هي ال F. كيف فيني برهن انه ال IJ هي parallel على البي سي بطريقتين؟ So in part 4 I will write I midpoint of AB. ليه؟ لأن center. اوكي لأن center والJ كمان هي midpoint of what of AC كمان لأن center للسيركل الثاني. So من خلال الميد بوينت ثيورم، من خلال الميد بوينت ثيورم شو عندي؟ إذا وصلت الـ I بالـ J هاد تو ميد بوينتس إذا وصلتهم هيطلعوا بارلل على شو؟ على الـ B C. أوكي؟ So إذا وصلت أنا هول الاثنين هالنقطتين هيطلعوا بارلل على على البي سي. إذا وصلت الـ I والـ J حيطلعوا بارلل على هالـ B C. أوكي؟ هلا هيدي أول ميثود، هيدي لكن هي first method. هلا second method، تاني طريقة أنا فيني استخدم أو برهن إنه هي بارلل، فيني استخدم الـ converse of Thales. أنا بعرف إنه إذا عندي بارلل بيكون عندي proportional sides، مزبوط؟ هيدي parallel على هاي يعني هاي over هاي is equal to هاي over هاي. هلا الconverse تبعه إذا كان عندي proportional sides بيطلع عندي parallel، يعني أنا عم بمشي بالعكس، أوكي؟ So لحتى برهن إنه الـ IJ parallel على الـ BC خليني أشوف هالsides اللي عاملتها الـ IJ والـ BC اللي هن الـ AI والـ AB for example والـ AJ والـ AC. اوكي؟ سو شو بدي اقول second method؟ خليني اقول بطلع الـ AI over AB. الـ AI هي نصها للـ AB، يعني هي 2.5 لأنه الـ AB هي 5. So 2.5 over 5. اوكي؟ which is equal to 0.5. هلا خليني اطلع مثل ما مشيت هون من هالجهة بدي امشي هون. يعني هون مشيت AI over AB، هون بدي امشي AJ، بلشت بالصغيرة هون بدي بلش هون بالصغيرة over AC، كمان AJ over AC is equal to A. ال AC هي قد ال AB لأنه isosceles، يعني كمان هيدي 5، هيدي ال J نصها يعني هون 2.5، لكن بدي اقول equal to 2.5 over 5 كمان which is equal to 0.5. عندي هول اثنين ratio they are equal they are proportional. هيدي over her is equal to her over her. So the two
lines يلي طلعوا لي من هول الاثنين سايد يعني هيدي مع هيدي لانه انا قلت هيدي اوفر ها وها اوفر ها سو هيدي وهيدي شو حيكونوا parallel من ال converse of Thales property so عندي AI over AB is equal to AJ over AC عندي هيدا الريشيو قد هيدا الريشيو هيدا هيدا over هيدي equal ها over ها so ال IJ صارت parallel على ال BC هيدي بتعطيني انه ال IJ هي parallel على ال BC ليه؟ لأنه هيدا converse of Thales property اوكي؟ سو هيدا إذا بدي أمشي فيه بالعكس لكن إذا كان عندي proportional sides مثل ما شفنا هون بالبارت 3 بيكون عندي إذا كان عندي parallel lines بيكون عندي proportional sides هون إذا كان عندي proportional sides بيطلع عندي parallel lines Okay, so this is for part 4 and the last part. Okay, وهيك بنكون خلصنا الاكسرسايز. يعطيكم العافية.